كرو هذا. واحد السلام عليكم اخوتي، كي دايرين صافا؟ العشتران انتم كتشوفوا، يلاه هبطت انا في الماء سميتو، يلاه هوت سيدي في، يلاه هوت في سميتو في بوليفيا، حيت جيت من سميتو من الشيلي لبوليفيا على حسب شي وريقات وداك الشيء. المهم من بعد عاوتاني ان شاء الله غادي نولي، عندها واحد السيمانه هنايا، عطينا اخوتي عندها واحد السيمانه. انت هذه هي سميتو، هذه هي المحطه ديال لاباس اللي كيتسموا بها لاباس، فهمتي؟ وبالنسبه للناس اللي كيسمعوا لاباس كيقولوا لاباس بوليفيا، واش العاصمه راهي ما هي؟ ماشي هي العاصمه ديال العاصمه ديال سميتو ديال بوليفيا راها سوكري، فهمتي؟ انتم كتشوفوا القياده هو عندهم هنا واخا هكا. وراني مع واحد الصديق، انا جيت معاه في الكار، ها هو واحد الصديق ديالي وكيسلم عليكم حتى هو. راه جيت انا وياه دابا، المهم جيت معاه من اريكا في الكار، شادينا وياه التقاشب هنايا وكيقشب عليا وكنقشب عليه ويا غادي. هانتوما اخوتي العالم كي داير اخوتي. هادي هي اخوتي، هادي هي لاباز اخوتي، هانتوما كتشوفوا اش دريده، واحد دريده هادشي كي دير معاهم. انا غير هوت في المحطه، قلت زعما ندير لكم واحد المقطع صغير، واخا يكون مقطع صغير اخوتي، فهمتي؟ ولكن بالنسبه لكيف قلت لكم ان شاء الله راه غادي نرجع ان شاء الله، غادي نرجع ان شاء الله لسميتو. عندي من هنا واحد السيمانه ان شاء الله غنرجع للشيلي ان شاء الله، غنبغيت نصوب شي وريقات وداك الشيء وغادي نولي اخوتي. انا والله بغيت كيف قلت لك هوت في المحطه، قلت زعما اجي ندير لكم شي مقطع يكون صغير على المحطه اخوتي، المحطة ديالو. وتبارك الله عليكم اخوتي، تبارك الله لي فون ديالي كاع اخوتي، راه درني راسي ما نكذبش عليكم، والله حتى درني راسي. عرفتوا علاش؟ في هنا في هذيك التورة بزاف، فهمتي؟ في الالتورة بزاف، في الالتورة بزاف والله اخوتي. لا الراس دارنا، اللي ما مولف زعما هاد المدينة هادي ما يقدرش، غير انفو كيجي كيوصل كيضرو راسه اخوتي. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. Mi hermana Paula. Ya, mucho gusto. Mi amor, dile así, mucho gusto. Ya, cualquier caso, cualquier cosa te aviso, hermana. Ya, ya. Ya te voy a mandar mensaje. Cuídate. Ya. Gracias. Ahí estamos en contacto. Claro. Hasta luego. Hasta luego. Antes me escuché, era ya su sahbi, me ha hecho ahora, ¿no? ¿Vamos bien? Ahora me ha hecho. قال لي المهم نبقاو على الاتصال، قلت له واخا ان شاء الله. وما انت كتشوف اخوتي غادي كيف دايره، تبارك الله عليكم. الطغوفلت اخوتي خليت لكم الشعر انا، بغيت نولي بموب مارلي اخوتي. انا كنضحك معاكم، بعض المرات كنخلي كيعجبني نخليه باش يكبر شويه وصافي، ولكن كيبان لي غادي نحيدو، فهمتي؟ راه كيبان لي نحيدو، بعض المرات نقول نخليه، بعض المرات نقول نحيدو. هانتوما اخوتي، وديما كدي معايا اخوتي الشعر راهو. هي معايا كدي بها الشارجور اخوتي، كنعمرو كنشارجيها، كيخوي ليا التيليفون كنلبق ليه سميتو. هانتوما اخوتي، هادي هي لاباز اخوتي، هادي هي لاباز، هادي هي لاباز اخوتي. ورانا كنتسنى واحد المغربي يجي دابا، نيت كنتسنى واحد صاحبونا يجي هنايا نشوفو نشربو معاه بعدا شي قهيوة ومولاها ربي. بارك الله عليكم اخوتي، قلت لكم بالنسبه للجو هنا صعيب، الجو ديال هاد لاباز هادي صعيبه، اللي ما ولفوش في هذيك الالتوره بزاف، فهمتي؟ يعني ما غاتخرج تنفس اصاحبي، والله الا جيت انا مرطح حسيت راه بالراس ديالي دارني دابا، غادي هاد الفيديو هذا راه ما عاد كيفاش، تنقول ما عاد كيفاش غادي يخرج الفيديو هذا، حيت الراس دارني، فهمتي؟ يعني هذيك الالتوره والروينه، فهمتي؟ ما بقيت فاهم فيه والو، وفي غير الجبوله هنا، انتم كتشوفوا الجو اش ولكن واخا هكاك هي فيها مناظر زوينه صراحه. انتوما كتشوفو انا كنتسنى داك صاحب لي يجي باش نضربو شي دورة ونشرب معاه شي قهيوة، ومن بعد ان شاء الله غدير لي عاوتاني. مازال عندي طبعا الطريق اخوتي، مازال غادي نمشي غندير من هنا ندير لاباز هنايا، وغادي نمشي لأورورو، من بعد أورورو غندير كوتشابامبا، ومن بعد كوتشابامبا غادير سانتا كروس. يعني اخوتي الطريق، وجيت عرفتي من بلاصة لي جيت بلاصة بعيدة، قلت انا فواحد القرن اصاحبي فواحد الحافة في الشيلي، كنت فواحد البلاصة بعيدة. لا اخويا هادشي تلت يوم ولا اربع ايام وانا في الكار، من الكار للكار من الكار للكار، ولكن صافا الحمد لله، كاع هي تجربة زوينة.
وهذا ما كان كيف قلت لكم، راه جيت غنصوب شي وريقات ان شاء الله، نصوب شي حاجه عندي واحد السيمانه ان شاء الله غادي نرجع لسميتو، غادي نرجع ارجع للشيله ان شاء الله. هذا ما كان اخوتي، تبارك الله عليكم وتبارك الله على الفن ديالي، وراه غبرت عليكم ما كندير لكم شي جديد، ولكن اخوتي على الوقت وان شاء الله غادي يكون جديد. ثم الله ندير لكم جديد اخوتي غير درجه درجه. اخوتي كنتسنى صاحبنا ما بانش، ما بانش صاحبنا. وندير لكم عاوتاني شي ان شاء الله غادي نديرهم في هاد الايامات. هاد الايامات عندي شي بالنسبه للهجره، عندي شي ما نعاود على الهجره ان شاء الله، ماشي حاجه جديده وان شاء الله نتمنى تعجب الانسان. المهم ان شاء الله كاين ما يتعاود، ولكن غندير غندير لي بلوغ هاد الايامات ان شاء الله. هاد السيمانه اللي غادي ندوز هنا ان شاء الله غندير فيها لي بلوغات وغنهضر على سميتو على الهجره، حيت كاين شي حاجه جديده عاوتاني باش الفان ديالنا يعرفوها وراكم عارفين. تبارك الله عليكم اخوتي. العصاره ما شتي جبتو معايا ولكن في الجيب، هانتوما كتشوفوا اخوتي هذا الجيب درت فيه هذا التويشه اللي كتشد التليفون، ونمشيو لجيب اخر درت فيه ديك العصا، درت فيه ديك العصا، العصا اللي كتصور زعما نشدها نصورها بيدي وصافي. خوتي كضرب الشتا، والله الا الشتا عندهم الجوانا حمق، عندهم الجوانا. دابا كضرب الشتا صدق صابر واحد شويه تخرج واحد الشميشانات. المهم اخوتي غادي نتحرك شويه، صبروا عليا. داك صاحبنا داك المغربي قال لي غنجي، فهمتي؟ قال لي انا جاي دابا، هو قال لي واحد نص ساعه. المهم راه يلا شي 10 دقائق ساعه، فهمتي؟ شتا كضرب حتى الكاميرا عمرت بالماء خوتي. شوف اخوتي غنمشي نتخبى من الشتا اخوتي شويه وصافي. نتخبى الشتا اخوتي، راه كضرب الشتا فهمت، ما عليناش. ها انتوما و الكران ديالهم، وانا واخا هكاك الكران ديالهم هنا، الكران ديال سميتو لا تا عندهم كران زوينين تاني، ولكن بالنسبه للكران اللي في شيلي نايدين احسن من هاد الكران عندهم هما، يعني ديال شيلي فيها بزاف، فيها باش تشارجي تليفون، فيه الواي فاي، فيه سميتو فيه الكاميرا مثلا، فيه بزاف فيه بزاف ديال الحوايج فهمتي، يعطيو فيه الماكله يعطيو فيه كلشي زوين. ولكن تا هادو عندهم كران زوينين، انت ما غاتشوف هذا الكران، الكران زوين. يلا اخوتي غنقطع عليكم غنخليكم اخوتي، طلعوا لي فراسكم اخوتي. يلا سيدي ما تنساوش راه كان معكم مول الحريشه، مول الحريشه تعمل الكريشه، ما بغينا كلاس خلينا لكم ديك العيشه. يلا تهلاو لي فراسكم اخوتي، تهلاو لي.